النهارده احنا في حالة صراع على كعكة الطاقة، ومن منا يصبح مركزا اقليميا للطاقة؟ مصر تصبح مركز ولا تركيا تصبح مركز؟ تعالوا نسمع السيد الرئيس. مصر عشان تبقى مركز اقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط في ثلاث خيارات. يا اما يبقى التسهيلات دي تقام في دول اللي اكتشف فيها الغاز في قبرص او في اسرائيل او في لبنان او في مصر، ويتم هنا ساعتها تطلع الغاز اللي بيطلع من الحقول ايا مكان مكانه، هو غاز خام بيحتاج لعمليات بتتم عليه عشان يصلح للاستخدام او يصلح للتصدير. وبرضو الكلام ده يتعمل يا عندنا يا يتعمل في قبرص يا اسرائيل او لبنان او اي دولة تانية قريبة مننا يعني، او في مصر.